بعد سنوات من الحرب مع مرض السرطان، أنا اليوم أقف أمامكم وأنا أقدم مولودا جديدا بعد المولود الأول، كتاب أنا والسرطان. اليوم انا سعيد جدا ونقدر نقول واحد القضيه، اسعد انسان في الكره الارضيه في هذه اللحظه. علاش؟ هو اللي كنت سبب في صله الرحم ديال واحد العدد ديال الناس ديال البرنوسي اللي هذه سنوات ما تلاقاوش. اضافه اليوم حفل التوقيع والتقديم ديال الكتاب ديالي انا والسرطان اللي هذه سنوات وانا كنشتغل عليه، كتاب اللي كيوثق لواحد العدد ديال المجالات ديال البرنوسي هذا الحي هذا اللي انطلق من بعد مباشرة بعد الاستقلال، وحي جا في الطرف ديال مدينة الدار البيضاء. كنا تيقولنا انتوما ورا الشمس، قلنا بوخوم انتوما يا العروبية. الحمد لله هادشي كله عطانا واحد التحدي. من بعد البرنوسي كيتطور، جمعية السلام للمسرح كانت هي اللي كتفوز دائما بجائزة ديال المسرح الهواة. الرشيد البرنوسي اللي ما كاينش شي فريق مغربي ما عطاوش جوج ثلاثة ستة لعابة. كان واحد لقيت الرجاء البيضاوي عنده ستة لعابة من البرنوسي جديدة كيف على هذه الستة، ولبي خريب كاع جميع. ولينا كنفتخروا بالبرنوسي، وحنا دائما كنفتخروا بالبرنوسي رغم هذا التهميش. وهذه الرسالة القوية في الكتاب، رغم التهميش اللي عشناه في واحد السنوات في هذا الحي هذا، استطاع انه يعطي واحد عدد كبير في الفن، الثقافة، في الإعلام، في التعليم الجامعي، في الطب. وحنا يعني كنفتخروا بزاف بهذا الحي ديالنا، لدرجة أن يعني بعض الإخوان في مناطق أخرى كيستغربوا ملي كيشوفوا الغيرة ديالنا على الحي البرنوسي. فين ما كنا حنا دائما غيرنا. وكنتمنى عندي واحد الرسالة حتى الناس اللي حاضرين اليوم غادي يحضروا، أن يكون هذا اللقاء هذا يكون فرصة لهاد الكفاءات وهاد الخبرات وهاد النخبة اللي غتجتمع اليوم، أنه يكون واحد يعني واحد الدعم وواحد المساندة وواحد الاتفاق للدعم ديال هذا المجلس ديال المقاطعة. هذا المجلس اللي كاين دابا اللي تنتخب مؤخرا فكل مولاد البرنوسي، يعني يكون واحد التعاون من أجل التطوير وخدمة الشباب. خدمة الشباب هو المستقبل ديالنا وديال المغرب.